اهلا بحضراتكم من جديد اللي ما تابعناش في البدايه. احنا كنا النهارده بنتكلم عن الاسكواش. الاسكواش من الالعاب اللي فيها منافسه عنيفه جدا، خاصه في الاعمار الصغيره. ليه؟ لان مصر كلها بتلعب سكواش، يعني بجمله بسيطه. فالنهارده لاعبتنا او بطلتنا عندها 11 سنه، لعبت بطوله الجمهوريه منذ ايام تحت 11 سنه، اللي كان داخل فيها تقريبا حوالي 250 لاعبه، وده رقم كبير. رقم بطوله الجمهوريه بتبقى اكبر بطوله محليه وعليها اكتر عدد نقاط. ريم المغربي لعبتنا النهارده قدرت تفوز بطوله الجمهوريه، برحب بيها في البدايه. اهلا بيك يا ريم، منورانا في قناه الاهلي. شكرا. مبروك. الله يبارك فيك. وش الحلوه والحاجه دي كلها. شكرا. برحب بالاستاذ محمود المغربي والد ريم. احنا النهارده يعني كنا حريصين كمان يكون معانا الاب او الام اللي تعبوا وربوا عشان يشوفوا ولادهم كده. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بحضرتك. الله يخليك. منورنا في قناه النادي الاهلي. النور لنورك والله، ربنا يكرمك. يمكن مش هبتدي مع ريم، هبتدي معاك. ليه؟ عشان ريم تفك شويه، لسه صغنونه حبيبتي وتشوفنا بنتكلم، فتبقى الدنيا بالنسبه لها جميله. استاذ محمود، يمكن دايما ومش مقوله، دي حقيقه، البطل بيتربى في البيت الاول. بالظبط. صح يا كابتن؟ بالظبط طبعا. رايك ايه في المقوله دي؟ والله هي الاساس عندي، اللي هو مثلا البيت لما يبقى فيه التزام وفي يعني الاب رياضي والاولاد اللي طالعين برضو رياضيين مهتمين بالدراسه جنب الـ جنب الـ جنب الـ جنب الـ الرياضه, الرياضة. طبعا بتبقى فيه شويه يعني دروبات طبعا. طبيعي. طبعا ده طبيعي، بس البيت بيبقى حريص على ده. يعني البيت شويه ولادي كمان كانوا ابطال ووتر بولو، اخواتها الكبار ما شاء الله. ما شاء الله. ساعات بتحصل حاجات هم بقى بيتدخلوا ويتكلموا يعني هم البوش بالنسبه لريم في طب يا استاذ محمود، يعني ريم اخواتها كانوا بيلعبوا ووتر بولو وابطال، طب ليه اخترت الاسكواش؟ ده حاجه ثانيه خالص، العاب مضرب يعني، حاجه وقصه ثانيه. ايه السبب؟ انا بصراحه كنت بلعب سكواش من وانا صغير فعلا. ولحد وصلت لحد بطولة الجامعات ما شاء الله. بعد كده طبعا الواحد ما خدهاش احترافي. لما جربت مع اخواتها، بس هم كانوا مايلين شويه للكوره. للكوره في الاول كمان. كانوا لعيبه كوره، وانا على فكره كنت لاعب نادي اهلي لحد 16 سنه كره قدم. اجيال يعني الكابتن مصطفى حسين ما شاء الله. ما شاء الله. وبعدين كان ليا زمايل في نادي الجزيره من ضمنهم احمد طاهر. ودخلوني الاسكواش بقى على كبر. بس انت اللي دخلت الاسكواش بعد ما بطلت كوره. بالظبط. مش ما كنتش بتلعب مع بعض. لا لا لا. فده اللي خلاك دايما في الذاكره ان انت عايز حد من عيالك يلعب سكواش. بالظبط. صح. وده اللي خلاك توجه ريم للسكواش. ايوه. طب خلينا نسال ريم. ريم لما بابا خدك صغيره، انت عندك 11 سنه، يلا يا ريم رايحين تمرين الاسكواش، مضرب تقيل والملعب واسع، حبيت اللعبه دي ازاي؟ انا حبيتها يعني عشان كنت بلعب مثلا مع اصحابي وكان بابايا بيلعبها فحبيتها. اتبسطت بيها؟ ما اتضايقتيش المضرب تقيل وبيسقط من ايدك؟ لا. طيب كان في الاول بيبقى فيه صعوبه ان الكره تيجي في المضرب صح؟ طيب وبعد ما بدات بقى تلعبي كويس وحسيت ان انت ممكن تبقي بطل؟ طب هسالك سؤال وتقولي لي بصراحه، بابا موجود، انت دخلت بطوله الجمهوريه ونادي الاهلي اشترك لك ودخلتي وكل حاجه، كنت حاسه انك تكسبي؟ ايه الثقه دي؟ طبعا كان عندها. طب كان عندك ثقه؟ طب ليه لعبتي مع ناس تانيين او لعيبه تانيين قبل كده وحسيتي ان انت افضل منهم؟ هو انا كنت قبل البطوله يعني عشان خدت ثقه ان انا هاخد اول ان شاء الله، كنت قبل البطوله لعبت في النادي مع ناس كبار اكبر منك. ما شاء الله. مين بقى لعبتي معاهم اكبر منك؟ واحد اسمه عمر شريف. عمر شريف طبعا عارفه. عمر شريف. عمر شريف عارفه. ومين تاني؟ لعبت معاه. ومين تاني؟ وكنت لعبت مع خديجة عمران. خديجة تمام. ومين؟ طب عملتي معاهم ايه؟ انا كسبت الاثنين. مصطفى عسل قال لك ايه؟ مصطفى عسل بقى قال لك ايه لما كسبتي؟ قال لها ايه؟ لا قال لها قبل البطولة بيومين ثلاثة كان هو بيدرب. وقال لها ريم البطولة ديت عايزك تطلعي الأول، فاكرة؟ بتتفرجي على مصطفى عسل؟ بيعجبك لعبه؟ طيب انت لعبتي معاهم وكسبتيهم فحسيت ان انا جامده، انا اقدر اروح البطوله اكسبها. طب انت لعبتي بطولات تانية غير الجمهوريه السنه دي؟ لعبتي الجزيره مثلا؟ خدتي فيها ايه؟ مركز اول. ما شاء الله، دي كاس اهو نادي الجزيره جبته لك على طول. انت بتقولي انا اجيبه على طول. طيب وايه بطولات تانية لعبتيها؟ اللي هي كانت بطوله عربيه في بالم هيلز. كويس. خدت مركز اول. ما شاء الله، يعني انت بطله عرب.
يعني البطله تعرف في سنها ممتازه، دي معلومه بعرفها على الهوا اهو. طيب ولعبت حاجه ثانيه غير البطوله العربيه؟ ولعبت بطوله منطقه اسكندريه. عملت ايه؟ خدت تاني. ما شاء الله هايل. ايه تاني؟ ومنطقه القاهره. برافو. ايه؟ خدت برده تاني. ما شاء الله كويس. ودخلت على الجمهوريه. ما شاء الله. طب انت تصنيفك على مصر دلوقتي في المركز بتاعك او سنك كام؟ الاول. ما شاء الله. بعد الاول ما شاء الله. الله. اللهم صل على النبي، ربنا يحفظك يا رب. طيب ريم قولي لي مين مسك الاعلى؟ هاني الحمامي ونور الشربيني. لا داخله على الجد على طول. ما شاء الله. بص ريم ما بتهزرش، جابت لك اتنين لعيبه جامدين قوي. هي بتحب جدا نور الشربيني. نور الشربيني طبعا. ده يعني نور دي بقت اسطوره على فكره، مش لعيبه بس تصنيف اول، دي بقت اسطوره. شفتيها بتلعب في الملعب؟ طب اكتر حاجه بتعجبك في لعبها ايه؟ انها ما يعني ما بتحبش تخسر بسهوله. بتلعب حلو كويس، ما بتسيبش الجيم. طيب يعني انت عارف انها مش هتلعب البطوله اللي جايه عشان مصابه. يعني في اذر سايد اوف ذا سبورتس، يعني ان انت بتتصابي فعادي، بس بعد الشر عليك. انا بتكلم ان نور الشربيني بتتعامل مع الاصابه وهتخش يعني لعيبه كبيره. طيب خلينا نتكلم عن اللي جاي. انت خلصت 11 سنه كده ولا لسه عندك سنه كمان؟ لا 27/3 هتم 27. يبقى انت هتلعبي من 27/3 هتلعبي ان شاء الله تحت 15. 13. كمان ده مفيش اربع ايام. طب انت لعبتي بطوله تحت 15 جربتي نفسك ولا لا؟ تحت 13. جربت بطوله؟ تحت 13. تحت 13. انا اسف تحت 13. 11 معلش، اصل انا يعني ما شاء الله يعني ردودها وكلامها واسلوبها اداني انطباع ان هي 13 مش 11. انا اسف اعذروني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب. يعني انت تحت 13 لعبت بطوله كده. جربتي نفسك، عملتي فيها ايه؟ كنت خدت تالت. بسم الله ما شاء الله. احنا بنتكلم يا جماعه تحت 13 عشان اشرح لحضراتكم، بتلعب مع الاكبر منها بسنتين. الاكبر منها بسنتين. بسم الله ما شاء الله. لعبت بطوله، كانت بطوله ايه؟ نيو جيزه. ولعبت زمان برضو وانا صغيره. لا اخر واحده نيو جيزه خدت فيها المركز التالت. ما شاء الله، يعني لعبت مع الاكبر منك بسنتين ما شاء الله، يا رب يحفظك، وخدت المركز التالت. يعني يا كابتن الحمد لله. يعني خلي اسمح لي اقول لك يا كابتن بقى، لان خلاص بقى انت كده يعني زميل ملاعب وكره قدم وبتاع، فخلينا نقول انه بيبان اللعيب بشخصيته وهو صغير، بيبان انه عايز حابب ولا لا. بيبدع، عنده شغف. وما شاء الله ريم عندها الشغف ده. انت كأب حاسس بيه؟ بحس بيها في الماتشات الصعبه. ببقى متوتر جدا بره، ما كنتش بحس بالتوتر ده زمان. ليه؟ خايف عليها؟ مش مسألة نفسي تفوز، نفسي هي ضعيفة سنة، عندها السكواش عالي قوي. بس ضعف سنة هتقوى إن شاء الله. فدي بتقلقني حتى يعني. يعني ربنا يكرمه، يعني كابتن شيرين بتاع المدير الفني بتاع النادي الأهلي. المدير الفني طبعا النادي الأهلي الراجل المحترم شغال. قال لي بص، يعني في الماتش النهائي بقى بتاع البطولة، قال لي ارجع ورا كده واهدى عشان التوتر ده ما يتنقلش لريم. فهو اداها يعني الكاتشانه بتاعته ما شاء الله الله اكبر. كابتن شيرين مش كاتشن بنفسه. كاتشن بنفسه. تمام. وكان معاه كابتن محمد محمود محمد عبد محمد عبد القادر. محمود عبد القادر ولا لا؟ احمد عبد الفتاح. محمد عبد الخالق. محمد عبد الخالق. محمد عبد الخالق. فكاتشن عليها، اداها شويه حاجات كده ما شاء الله، وابتدى يكلمها وهي يعني تستجيب. تستجيب وماشيه كويس. وبعدين كابتن شيرين اداها يعني قال لها العبي حاجه فنيه معينه، فهي انا في حته كذا واعملي كذا. ما شاء الله خلصت الجيمين الاخاره يعني الاخرين، كان كويس قوي. طب انت لعبتي مين في الفاينل يا ريم؟ جودي محمد يسري. تلعب منين؟ من اسكندريه؟ وادي دجله. وادي دجله ما شاء الله، وادي دجله قوي جدا. ويمكن حضرتك يعني الناس برضو او الساده المشاهدين مش انتوا مش متخيلين حجم التوتر في الاسكواش اللي بيقابله اولياء الامور بره. بجد انا بشفق على اولياء الامور في الاسكواش. طيب بعد المباراة سمعت ان كان في عياط واحضان وشيل احكي لي. انا كنت طبعا متوتر جدا، وخصوصا على ما شاء الله جوكا برضو بتلعب كويس ما شاء الله. اسم ايه؟ اسم دلع؟ اسمها الشهرة بتاعتها جوكا. جوكا. لعبت الجيم الاولاني ضغطت على ريم جامد، وبعدين ريم ما شاء الله ابتدت يقول لها حته الكاتشانه بتاعت كابتن شيرين دي فرقت معاها، نفذها وفرقت معاها، نفذتها وما شاء الله شخصيتها ابتدت تبان وتثق في نفسها. خدت الجيم الاول ولا خسرته؟ خسرت الجيم الاول. خسرت الجيم الاول.
وبعدين ما شاء الله ابتدت يعني التكات بقى الكويسه قوي بقى بتاعت كابتن شين. على فكره انا مع ريم من زمان كنت بالعين. برافو. يعني انت كنت كوتش بتاعها زمان على طول. اه بالعين كده، هي بس تبص يعني اشاور لها على شويه حاجات تعملها، بس بعد التوتر دوت وما شاء الله الجيمات بقت اتقل وعايزه ناس بروفيشنال. هتفصل انت طبعا، ما بتقدرش تتكلم يعني، محتاج حد يكون اعصابه هاديه مدير فني يبقى واقف بالظبط. ففرق مع كابتن شيرين وكابتن. طب كسبنا الجيم الثاني؟ كسبنا بفضل الله الجيم الثاني. طب والثالث؟ والثالث عملت ايه؟ خسرتي وبقى 2-2 وماتش بقى يعني خسرنا الاول، كسبنا الثاني، خسرنا الثالث، كسبنا الرابع، كسبنا الثالث وخسرنا الرابع، بقى 2-2. اوبا رحت للخامس، والجيم الخامس بقى ده الفيصل، شخصيتها ابتدت ما شاء الله الله اكبر يعني، ابتدت تفرق وطلع. انت فاهمه الكلام اللي بابا بيقوله؟ فاهمه شخصيتها والثبات الانفعالي، فاهمه الكلام ده؟ ما شاء الله. اتفضل يا كابتن. الحمد لله كسبنا. انا كنت يعني متوتر جدا فكنت بعيد، فهي كنت بتتفرج على الماتش؟ لا بتفرج عليه بس من غير ما ريم تشوفني. يعني واقف وسط الزحمه ضارب عين كده من بين الناس. حضرتك انا بتحرك مع الكوره. طب قولي لي انت وانت في الملعب لما تبصي هو طبعا ملعب زجاجي، الناس الاسكواش بيكون ملعب زجاجي بيبقى الباب بتاعه زجاجي، وانت بتبصي كده بتدوري على بابا بتشوفيه فين ولا ما بتبقيش حاسه مش شايفه؟ لا هو انا ما بركزش يعني، ساعات ببص له بس صح. لما بيبقى لما يكون واضح. انما انت في الملعب لما يكون بقى الماتش جامد او حاجه بفضل بص على المدرب بس. برافو عليك. يعني انا مش عايزك لو بابا متوتر او حاجه ما تخليش، هو بابا عايزك تكسبي بس ما تحطيش ده في دماغك. انت لما تكسبي هو يبقى مرتاح، بس حلو ان ايه ان انت تقول لي بعد كده بقى انا بعدت، وهي طبعا قالت مبروك والناس بيباركوا والمدربين بيباركوا ومش عارف ايه، وراحت باركت طبعا قالت الهارد لك لجوكر. الروح الرياضيه دي مهمه جدا. طلعت من الملعب سلمت وخلصت ابتدت تدور عليا يا حبيبتي، دور على بابا. دور وعماله تعيط طبعا. هي تعيط وانا اعيط. طيب بقى اشيلها واحضنها طبعا. طبعا انت اولياء الامور كمان ربنا يكرمك. انت عيطت دلوقتي افتكرت بتاعها يعني بصراحه. يعني حاجه جميله يعني، يعني الاب والام فعلا برضه بطوله جامده. طب مين تاني بكى انت وهي؟ امتها طبعا. امتها كانت معانا. ده ممكن قعدت تعيط بعديها ساعتين مثلا طبعا في العربيه واحنا مروحين. وطبعا الكلام ده طبعا. بس لحظه حلوه، لحظه جميله جدا. ربنا يعني رب ابطال مصر كلهم يبقوا يحسوا بالاحساس اللي احنا حسينا بيه وريم حست بيه بقى. انا بس عايز اقول لكم يعني للساده المشاهدين، يعني البطل بيتبني في البيت صدقوني. يعني الكوتشات والمدربين والانديه بيبقى لهم دور كبير، ولكن زي ما قال سياده الرئيس ان الحقيقه مهم جدا البيت. البيت هو اللي بيطلع البطل. يعني استاذ محمود والد ريم بيتكلم وبيبكي ان هو يعني بيفتكر لحظات لبنته، فما فيش اكتر من كده دافع معنوي للاعب. طب قولي لي يا ريم، بعد ما الماتش خلص دورتي على بابا والدنيا زحمه بقى ومدربين وكابتن شيرين بيحضنك ومش عارف ايه، لقيتي بابا فين؟ انا كنت خارجه، هو بيقول لي ان هو اول لما انا خلصت يعني الماتش سجد وكده. بس انا كنت يعني اول ما طلعت كانت ماما واقفه لي على الباب. ماما اللي واقفه تمام. فضلت عليها يعني كان حضرنا بعض. بعد كده فضلت ادور على بابا بس الناس كانت قاعده بتسلم عليا فمش شايفاه. بس في الاخر شفته. عملت ايه بقى لما شفتيه؟ حضرنا بعض وقعدتوا تعيطوا. طب انت كنت بابا بيعيط عشان فرحان، طب انت بتعيطي ليه؟ انت كسبانه عشان فرحت عشان فرحانه. كان نفسك تكسبي قوي يعني صح؟ طيب خلينا نقول انت على قد سنك الصغير وعلى قد استيعابك، شايفه مين اللي تعب معاكي جامد عشان تكسبي كده؟ بابا. مدربين برضه في النادي. انت حبيبه باباها طبعا. شفت على طول بقى. بص وكمان ماما كمان. بصي يا ريم هقول لك على حاجه. انا هنا جالي بطلات كتيره جدا. أيوه. والله من دون ما تفكر بابا. ايوه البنت حبيبه باباها. وطبعا الام دورها كبير جدا. أيوه. طبعا بس انا بتكلم على المشاعر الانسانيه. ايوه والحقيقه انا رحت كذا مره واتفرجت على تمارين السكواش، بلاقي حضرتك بصفه دايما بابا معاك يعني واقف، وشفته اكتر من مره واقف معاكي في التمرين ومتابعك. طب قولي لي على قد يعني طموحاتك نفسك تبقي ايه؟ ابقى بطله زي نور شربيني. بطله عالم؟ ان شاء الله هتبقي. ربنا يحفظك من الاصابات. العينين اللي انا شايفها والشغف اللي انا شايفه حافظي عليه وخلي عندك شخصيتك وقوتك، هتبقي ان شاء الله. وبيننا الايام زي ما توقعنا المصطفى عسل، احنا متوقعين لك ان شاء الله تبقي حاجه كويسه، بس ما تسيبيش الاهلي.
انا بقول لك اهو. لا 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 بص عايزك، المهم بقى في الموضوع اللي احنا كنا وهي صغيره كنا في نادي 6 اكتوبر. نظام سيستم غير النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي سيستم يعني حسيت باريحيه في النادي بنظام سيستم مع كل طبعا الاحترام لكل انديه ممكن مصر. تنزل انت عارف كابتن شيرين ما بيسيبش الصاله خالص، ده موجود وماسك الكور في ايده بالظبط. وعينه على كل لاعب. نعم. وده دخل ايه وده طلع ايه. قبل البطوله واقف على كل لعيب، وده بيلعب مع مين وده بيلعب مع مين. ففي سيستم، في نظام، في نظام، وتدريبك في ميعاده، ومدربك كل حاجه مستنيك. كل حاجه في نظام، في ملاعب، اوض لبس، غير الدنيا. غير بقى يعني، وما بيسيبش اي حاجه للظروف. ما فيش حاجه بره السكواش. بره السكواش لو سمحتوا كلكم انزلوا تحت وهو يدير الموضوع ده. شايفه عامل من عوامل النجاح والله. ده يعني بفضل ربنا يعني اشكره جدا والله. الاهتمام وال ومثلا يعني مثلا ما بيهتمش بحد ويسيب حد، بيدي فرصه لكل الناس، كلهم واحد. خليني برضو اعرف من حضرتك تفاصيل اكتر، ويمكن نخش في ديتيلز اكتر، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع بطله الجمهوريه تحت 11 سنه ووالدها ولكن في السكواش، ووالدها ولكن بعد الفوز. اهلا بحضراتكم من جديد. ارجع لك يا ريم، انت في سنه كام؟ خمسه ابتدائي. عامله ايه في المذاكره؟ كويس الحمد لله. ماشي الدنيا؟ بتذاكري مع الرياضه؟ طب انت حاسه ان الرياضه بتعطلك؟ لا. طب يعني ما لازم هتعطلك عشان بتاخد وقت، بس بتقدري تعوضي ده بوقت اضافي، تذاكري ازيد، تذاكري بدري، ما تضيعيش وقتك، صح ولا غلطان؟ طيب نفسك تكوني ايه جنب الرياضه؟ مش عارفه. مهندسه؟ دكتوره؟ ايه؟ ولسه ما فكرتيش؟ لسه ما فكرتيش؟ سيبيها على الله، سيبيها على الله لما تشوفي هتبقي ايه. بس خلينا نقول انه انت عارفه ان كل الابطال الرياضيين بيكونوا بنسبه كبيره متفوقين في دراستهم، بالذات الالعاب الاخرى. وبالذات المضارب، لعبه المضارب، صح؟ طيب نفسك تسافري بره جامعه يعني تنضمي لجامعه من الجامعات، ولا اسكواش وتدرسي، ولا تفضلي في مصر عشان الاسكواش في مصر؟ سؤال صعب صح؟ طب بابا اللي يجاوب عليه. يعني نفسك ايه؟ عندنا يعني نوران جوهر عندنا كانت خريج جامعه امريكيه بالظبط، وهاني حامد لا جامعه خارجيه، جامعه في امريكا. يعني في لعيبه الاسكواش ما بيحبوش يطلعوا بره عشان المستوى بيبقى اقل. لا يتهيألي تبقى هنا جنبي. بابا يقول لك لا يا حبيبتي تبقى جنبي، يحضر معاكي الماتشات ويروح يجي معاكي. طب خلينا نتكلم عن يعني ريم، او نصيحه. نصيحه طبعا في ابهات وامهات بيتفرجوا علينا، نصيحه تديها لو اب وام عايزين يشوفوا ابنهم او بنتهم بطل، ايه اللي المفروض يعملوه؟ يعني الموضوع كله بيجي من ايمانك ان للعيب او لبنتك او كده ان شاء الله يجي منها. دي هتيجي لما يبقى معاها مدرب امين قوي يقول لهم والله بنت او الولد محتاج كذا. انا بفضل الله يعني كان يعني ربنا كرمنا بكابتن سعيد سعد، طبعا ده شيخ المدربين. طبعا طبعا طبعا. جالنا 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. فاد ريم كويس قوي، وهو اللي قال لي ان شاء الله ريم دي هتبقى بطل كويس. فبصراحه الواحد اتشجع، اللعبه مكلفه جدا جدا. ما كنت لسه هقول لحضرتك مكلفه. وعايزه حاجات كتيره جدا، مضارب وادوات وتدريبات برايفت وفيتنس والحاجات دي كلها بتكلف الاسره كتير. بس دلوقتي في مركز الموهوبين، الوزاره عاملاه مركز الموهوبين، ده الحقيقه بتكلفه بسيطه جدا. فممكن بالظبط في مركز شباب الجزيره اقرب حاجه، اللي عايز يروح ينضم يروح بالزبط. يعني مش عشان مكلفه يبعد، عشان برضو الساده المشاهدين لو شايف ابنك حاجه كويسه او بنتك في السكواش، عندك مشروع بتتبناه الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه، اقرب حاجه في القاهره اللي انا اعرفها هي مركز شباب الجزيره، وتقدر تعمل سيرش على النت على اقرب المراكز وروح قدم لابنك او بنتك، ومش هتكلف حاجه، الدوله شايله كل حاجه. اتفضل. فدي الميزه الاولانيه اللي انا يعني انا طبعا كنت بلعب سكواش، فشايف الريم ان شاء الله تبقى لما يجي واحد زي كابتن سعيد يقول لك لا ان شاء الله دي تبقى بطله، فدي يزود ايمانك. يزود ايماني. بعدين ربنا كرمنا تاني اللي احنا في المرحله الثانيه بتاعتي دخلت النادي الاهلي، ف
فطبعا مين مدربها في النادي الاهلي؟ كابتن وائل عبد المجيد طبعا بشكره جدا حقيقة. على الفتره الاخيره اللي هو فتره الاعداد كمان كان تعب جدا معاه ومن اللعيب من الناس اللي عندها ضمير وطبعا يعني كان بيدرب مروان عسل ومصطفى عسل بيمرنوهم ايوه بيمرنهم هو بيكمل يعني هو خرج ابطال طبعا مصطفى عسل ومروان اخوه اللي كانوا معانا في حلقه من الحلقات ايوه كمان يعني وبيمرن ريم فما شاء الله بيمرن الابطال الحمد لله يعني. من ناحيه بقى لاولياء الامور يعني مثلا كابتن شيرين قال لي حاجه قال لي حاجه مهمه جدا قال لي المدربين ما بيصنعوش بطل امال ايه اللي بيصنع بطل ال- 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 المدرب قالها لي كده بالبلدي بيصنفر او بيطلع امكانيات اللاعب لو مدرب كويس وعنده امانه بيطلع الامكانيات بتاعت اللاعب ما بيعملش لعيب برافو ما بي يعني دي امانه جدا دي حاجه امان يعني واحد اللي بيعمل البطل اللاعب نفسه شخصيه يعني ريم شخصيه ما شاء الله يعني بطله شكلها يعني عندها كنترول وتحدث ولغه يعني بتتكلم لغه حلوه لغه في الرياضه فاهمه في موهبه وفي الشغل بقى بتاع المدربين كويسين بيضيف للموهبه حاجات كتير فنصيحتي اللي هم يعني يبقوا مؤمنين هل ربنا هيكرم البنت او الولد في يعني ساعات يعني الناس الولد ما مش جاي منه خالص وبيخسر في اول بطوله بيبقى عنده امل ان الولد يبقى كويس ممكن يتحسن شويه مع الوقت بس الـ 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 يعني اللعبه دي عايزه موهبه هي الفكره اللي حضرتك بتقولها يعني يمكن او يعني نقولها ساده المشاهدين انت شوف موهبه ابنك فين بالزبط. وامن بقدراته ووجهه عشان يوصل للعبته اللي هو عايزها او يوصل يبدع فيها لو هو حاببها وموهوب فيها ساعات طفل قاعد في البيت عمال يشوط على يبقى ده بيحب الباسكت امشي ورا موهبته وامن بيها لعيب بيحب يلعب يد الكره بايده يشوط الكره ولاعيب بيحب يشوط الكره برجله طفل بيحب يشوط الكره برجله فكل اسره لازم تشوف ابنها موهوب في ايه وتقف وراه الدوله المصريه فيها اماكن كتيره جدا اللي عايز يمارس رياضه او يوجه ولاده موجوده مراكز الشباب موجوده كل الحاجات دي موجوده وكل المراكز والانديه والوزاره نفسها اسال شوف هتلاقي في مراكز كتيره لرعايه الموهوبين طيب ريم خليني اكلمك اقول لك انت لما بيبقى عندك ماتش بتبقي متوتره طب شوية. قلبك بيدق جامد لا مش قوي يا ريم والله لا التوتر المفيد التوتر المفيد التوتر انت عارفه الفرق بين التوتر المفيد والتوتر الضار ايه فعارفه الفرق طب قولي لي ايه يلا التوتر المفيد يعني التوتر من الفوز يعني متوتر ان انت هتكسب والتوتر الثاني قلقان بقى من حاجه الخوف بيبقى في توتر خايف. بيبقى ترجمته ان انت خايف ايوه في توتر تلعب. بيخليك تركز انت عارفه ان انت عندك توتر مفيد فانت ما بتقلقيش قبل الماتشات ها يعني طب انت خدتي دي من بابا ولا من ماما حته ان انت ما تتوتريش وما تبقيش قلقانه وتبقي هاديه بابا انا خلاص بص انا قايم ماشي انا قايم ماشي بقى غلب بابا انا بص انا يعني ربنا يخليك ليها طيب يعني لما تروح تلعبي بره مع اجانب ما هتلعبي ان شاء الله يعني باذن الله 13 سنه في منتخبات وهتخشي وان شاء الله هتسافري ممكن بريتش اوبن المفتوحه ممكن بطولات تانية هتبقى قلقانه لما تلعبي لعيبه تانية مش مصريين شويه طب بس احنا مصريين احنا احسن ناس في اللعبه دي صح ممكن تكسبيهم زي نور الشربيني و ان شاء الله ونوران جوهر وكده ان شاء الله نفسك تسافري قوي نفسي اروح البريتش اوبن برافو بس انت فاكره انت عارفه هي امتى تيجي بشهر كام واحد يعني شهر واحد اللي جاي انت ممكن تلعبيها ان شاء الله لو انت ربنا كرمك وفتحت 13 خدت رانك عالي الاول والثاني بيروح على طول الثالث والرابع بيقعدوا يعملوا تصفيات لغايه ما يختاروه فان شاء الله عشان تطلعي بره التصفيات لازم تكوني اول وثاني جاهزه للتحدي ده ان شاء الله برده بابا بابا اللي هيبقى هتعلم منه الهدوء وكل حاجه طب قولي لي بابا لما بيقعد انت داخله ماتش او ماما بلاش عشان بقى ايه ماما ما تزعلش منها بيقولوا لك ايه وانت داخله الماتش لازم ان انا اركز في لعبي ما اركزش مع اي حد بره غير المدرب وما اركزش غير في اللعب بتاعي بس طيب بيشجعوكي بيقولوا لك ايه ركزي وما يهمكيش اي حاجه يلا شدي حيلك يا ولد بطل وكده بيشجعوكي كده طيب وانت عارفه ان اللي بيتمرن كويس يكسب بتتمرني كام تمرينه في الاسبوع يعني بتروحي كل يوم النادي
ولا الخمس ايام؟ لا الست ايام في الاسبوع. ما شاء الله ست ايام بتروحي. اه عارفه الجيمات التدريب البرايفت امتى والجماعي امتى وكده ولا ايه بقى الجماعي بتلعبي كام يوم جماعي؟ الحد والثلاث. حد والثلاث ده جيمات وجماعي والاربع. والاربع اه الثلاث ايام التانيين الكابتن وائل بيكون معاكي في الملعب بيظبط لك لعبك صح؟ طب اكتر لعبه انت في الملعب السيرف مثلا الباك الفور اكتر لعبه السايد وول اكتر لعبه انت حاسه ان انت بتلعبيها حلو قوي ولما تجيلك بتقولي اهي ادي نقطه اهي. السايد وول. السايد وول في السن ده قاتله ما شاء الله ما شاء الله. بتضربيها في السايد وول تروح فوق اللاين بالظبط فوق الخط بالظبط في الكورنر تخلصي عليها دي تخلصي على الفرقه الثانيه. طيب الدروب شوت دروب شوت كويس. دروب شوت دروب شوت انت كويس اصل اللي بيبقى في السايد وول كويس بيبقى كويس في الدروب شوت لان بيبقى احساسه باللاين عالي. طب الكور الفولي صعب عليك عشان انت قصيره شويه يعني بتنط تعرف تنط تجيب المضرب تعرفي تعرف ما شاء الله ما طبعا بطله. طيب ايه اللعبه الصعبه بقى اللي عليك اللي انت بتحبيش تعمليها؟ يعني الكره بتبقى عليا ولا لا اللي انت ما بتحبيش تلعبيها او اللعبه لما بتجيلك بتبقى صعبه لما تتلعب لك بتبقى صعبه؟ لو اي لما بلعب مع حد يعني بكره الكره بتبقى مزنوقه ورا بتبقى صعبه عشان ايدك لسه ضعيفه يعني صح بتيجي مزنوقه في الازاز في الكورنر بتبقى ضعيفه بس انت ان شاء الله بطله ونشوفك احسن واحده يا ريم. نورتيني وشرفتيني والحلقه خلصت بس انا كنت سعيد بيها جدا وان شاء الله نشوفك بطله. خلي الحلقه دي معاكي عشان عشان هنستناكي هتبقي انت بطله العالم باذن الله. نورتيني وشرفتيني يا ريم. شكرا استاذ محمود بشكرك نورتيني وشرفتيني جدا جدا لحضرتك والله. شكرا لحضرتك وببارك لك لريم ونموذج جيد للاسره المصريه اللي بترعى بنتها وبطلتها. بشكرك يا فندم شكرا لحضرتك جدا. اعزائي المشاهدين ده كان النهارده حلقتنا مع الابطال. جبنا لحضراتكم نموذج لبطله من بطلات النادي الاهلي. النادي الاهلي بيرعاها اسره اب وام بيرعوها اخوات هو ده النموذج الصغير اللي نحب نشوفه في كل مصر. بشكركم شكرا جزيلا استنونا في حلقه جديده من الابطال.